أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. قراءتنا في هذه الليلة في كتاب تحت عنوان الدعاء والذكر في القرآن الكريم لمؤلفه السيد الدكتور مسلم الجابري. يقول في مقدمة هذا الكتاب: فإن الذكر والدعاء من أهم الأسباب التي هدانا الله سبحانه إليها في كتابه العزيز للتوسل إليه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى قد يكون عن طريق الصلاة، قد يكون عن طريق الصيام، قد يكون عن طريق الزكاة، الجهاد، الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها وسائل تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء واحدة من تلك الوسائل. وإن أعظم نصوص الدعاء والذكر ما جاء به الكتاب العزيز، وما ذكر فيه على لسان الأنبياء وعباد الله الصالحين، لأنهم الأعرف بكيفية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هم الأعرف بكيفية التعبير عن هذه العبادة التي لها ميزة خاصة. الدعاء عبادة لها ميزة خاصة، وهي أنها تتضمن عبارات في تمجيد الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة، تتضمن عبارات فيها ذكر لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأحياناً حتى الإقرار ببعض المعتقدات التي يؤمن بها الإنسان، فبالتالي يجب أن تكون في الاتجاه الصحيح. ثم الإنسان يطلب من الله، هناك أسلوب، هناك أدب في الطلب من الله سبحانه وتعالى. ثم هناك قضايا قد ترتبط بالبعد المعنوي أو التربوي أو الأخلاقي أو العمل السلوكي أو غير ذلك، أيضا قد تأتي في الدعاء. فمراعاة هذه الآداب وهذه المضامين، وأن تكون صحيحة وشرعية، من هو أعرف الناس بها؟ لا شك أنهم الرسل والأنبياء. وبالتالي عندما يأتي القرآن الكريم بنماذج من أدعية الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا شك بأنها ستكون أرقى المضامين. وبالتالي هناك خصوصية للأدعية المذكورة في القرآن الكريم. ومن يتدبر هذا الجانب الإعجازي من القرآن يرى كيف تتفتح أمامه كنوزاً لرحمة الله، وتدهشه آيات اللطف وعجائب الوحي التي لا تفنى عجائبه ولا تبلى غرائبه ولا تكشف الظلمات ولا تكشف الظلمات إلا به. وقد جاء في النصوص المروية عن النبي وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين ما يهدي إلى هذه الكنوز الرائعة في كتاب الوحي الخالد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. وهنا يلتقي الوحي المنزل، وهو كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يلتقي الوحي بالدعاء الصاعد الذي هو نور السماوات والأرض. شوف العملية، يعني الوحي ينزل من السماء إلى الأرض، والدعاء يكون عملية معاكسة من الأرض إلى السماء، هو نور من السماء إلى الأرض ونور يلتقي به من الأرض إلى السماء. ولولا القرآن ونوره لما انتشر نور الذكر والدعاء،
قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صلى الله عليه وسلم. قال الباقر عليه السلام: يذكر أهل القرآن ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأضمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه، فبأولئك يدفع الله العزيز الجبار البلاء. الله يدفع البلاء من خلال هذه النماذج، وبذلك يديل الله عز وجل من الأعداء، وبأولئك ينزل الله عز وجل الغيث من السماء، إلى آخر الرواية. طيب، إن الآيات التي تدعو إلى الذكر والدعاء والنصوص التي تشتمل على أروع معانيهما وأسرارهما الإلهية وآدابهما تشكل أهم مصدر من مصادر التفقه في الدين. فعلاً إذا جئنا إلى أدعية القرآن الكريم، شوف، تتضمن قضايا ترتبط بالإيمان، بصفات الله سبحانه وتعالى، ببعض القضايا التي يعني يرتبط بها الإنسان من خلال الله، يرتبط من خلالها الإنسان بالله عز وجل، بعض القضايا التي تكون لها صبغة حياتية، حياة الدنيا، ولكن هي من القضايا التي تحتاج إلى تعديل. يعني مثلا الإنسان عندما يدعو لمثلا والديه، عندما يدعو مثلا لأولاده، بماذا يدعو؟ ما هي القضايا المهمة التي يحتاج أن ينتبه إليها بأن تكون هي همه الأكبر في الدعاء لأولاده مثلا؟ شنو هي قضية أن مثلا ثرائهم، مراكزهم كذا الوظيفية، غيرها، صلاح حالهم، دنياهم، آخرتهم، أزواجهم، ذريتهم، ماذا بالضبط؟ فتشوف القرآن يعطيك نموذج من الدعاء في هذا الإطار. أنت بماذا تفكر في المستقبل؟ يعطيك نموذج في هذا الدعاء. ثم عندما تأتي إلى أدعية أهل البيت عليهم السلام، تجد فيها البعد العقائدي والبعد الشرعي والبعد الأخلاقي وحتى البعد السياسي، أحياناً توضح لك هذه القضايا وتعطيها لك بصيغة دعاء أو مناجات أو ذكر لله سبحانه وتعالى، وبأسلوب طبعاً أدبي راقي جداً، وبالتالي تشكل أهم مصدر من مصادر التفقه في الدين. لما نقول التفقه في الدين ليس المقصود الفقه، يعني الأحكام الشرعية، تفقه في الدين بمعنى معرفة ما له علاقة بالدين في أبوابه المختلفة. فقد انطوت تلك النصوص على أهم أصول عقيدة التوحيد، كما لابست ورافقت تلك الدعوات والأذكار الشريفة أهم العبادات القريبة، عفواً القربية على صعيد التشريع، كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك من فروض الشريعة، وهي في معانيها العامة قد أسست للقيم والمبادئ الأخلاقية، وتضمنت معنى الأدب الإلهي وأصول التربية الربانية. من هنا كانت تلك النصوص في منظومتها المتكاملة من أهم مصادر الفقه الأكبر الذي ندعو إلى إحياء دراسته دراسة شاملة تتضافر فيها جهود المخلصين من أجل منهج متكامل يلبي حاجاتنا الدينية والتربوية المعاصرة. ثم بعد ذلك ينبه إلى شغلة كتجربة شخصية بالنسبة إليه، أن هذا الكتاب كان يعني أمراً يلامس أو يدغدغ حلماً من أحلامي الصبا، وكنت منذ الصبا تستوقفني تلك النصوص، يعني نصوص الدعاء والذكر اللي موجودة في القرآن، عند تلاوتي للقرآن الكريم فأجد في نفسي رغبة ملحة في جمعها وتدبر مضامينها ودراستها، فتمنع من ذلك هيبة الوحي. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ما زلت أنا صغير في السن، ما زلت لا أملك ذلك العلم كذا،
فبالتالي كنت أتهيب أني أطرق هذا الباب بشكل بحثي وبشكل متعمق. وتعذر الأسباب إلى أن أذن الله سبحانه في خريف العمر بذلك، وتيسر تحقيق الأمنية القديمة بدعوة بعض الإخوة المؤمنين وتشجيعهم. وما أن وضعت أولى خطواتي على هذه الطريق الصاعدة إلى قمم الملكوت حتى تدفقت أمامي محيطات المعاني، وتجلت آيات النفس والآفاق، وتبين لي معنى الدعاء مخ العبادة، وأنه عمود الدين ونور السماوات والأرض، كما تبين لي أن هذه المئات من النصوص والمفاهيم التي تؤصل العقيدة وتشرع وتؤسس للأخلاق الإلهية والأدب الرباني إنما هي حقل غني لا يحيط بأبعاده جهد فردي، بل هو عالم بكر تقتضي ريادته تضافر جهود المخلصين. يعني يقول يحتاج إلى عدة من أهل الاختصاص يهتمون بهذا الشأن حتى يكون يعطونه حقه ويستخرجون منه ما فيه من كنوز. ولم يكن أمامي خيار إلا أن أضع خطوة أولى على هذه الطريق، خطوة حية مرتعدة على استحياء ومع نوع من الهيبة والتخوف، تقيدها الرهبة وتدفعها الرغبة. يعني من جهة أبي أقدم بس عندي رهبة، ومن جهة أشوف أن أكو شيء يدفعني دفع إلى الخوض في هذا المشروع، وهي الرغبة في أن أقدم شيئاً في هذا الإطار. متأسياً بالصالحين الذين وصفهم إمام المتقين بقوله الذين أخذوا الذكر عن الدنيا بدلاً لكل باب رغبة إلى الله منهم يد قارعة يسألون من لا يخيب لديه الراغبون. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. على ما يشتمل هذا الكتاب؟ في المقدمة يعطينا نموذج مختصر أو أسطر من خلالها يبين على ما يحتوي هذا الكتاب. اشتمل الفصل الأول منها على النقاط التالية: أهمية الدعاء في القرآن، والمساحة التي شغلتها المفاهيم التي تدور حوله، التمييز بين نصوص الدعاء والذكر، وين هذا في القرآن في ذكر وين في دعاء، وخصائص كل منهما وتشريعهما في القرآن وثمارهما التعبدية والتربوية. هذا كله في الفصل الأول من الكتاب. الفصل الثاني من الكتاب تضمن البحث حول العلاقة بين المعرفة والدعاء، والمعرفة هنا تعني المصطلح الخاص الذي ورد في بعض نصوص الحديث، وتدور نقاط البحث فيه حول معرفة وتأصيل عقيدة التوحيد، ووضع النصوص وتعليم نصوص الذكر والأسماء الحسنى والصفات والتوقيف فيها. الفصل الثالث أدب الدعاء، واشتمل على معنى الأدب الرباني في إطار تشريع هذه العبادة يعني الدعاء، ونصوص الرياضة الروحية وتربية النفس الإنسانية وتجليات تلك التربية الإلهية في النفوس الكبرى وفي أدب الأنبياء والرسل عليهم السلام، وخطاب القرآن لنبينا محمد صلى الله عليه وآله، وسيرة أئمة أهل البيت وآثارهم على هذا الصعيد. هذا الفصل الثالث. الفصل الرابع دار البحث حول حقائق الدعاء ونصوصه في القرآن والإذن فيه في العبادة، وعند مواجهة ضرورات النفس البشرية وحرمة دعاء غير الله سبحانه، وخصائص الذكر والتمييز بينه وبين التمجيد والمسألة، وسنة الرسول الكريم في دعائه وتضرعه لربه إلى آخره. وبالتالي الكتاب مكون من 4 فصول يأتي بهذا الحجم،
والكتاب موجود في مكتبة المسجد في قسم الأخلاق والأدعية، كتاب لمن يطالعه يكون إن شاء الله مفيداً، ويقدم أيضاً ملحق في النهاية. في هذا الملحق هناك مجموعة من النصوص اللي هي مستخرجة من القرآن الكريم كنصوص دعاء وذكر، تم تجميعها في النهاية لمن يحب. أكو بعض الناس مثلاً في قنوت الصلاة يحب أن يقرأ هذه الأدعية، أو لما مثلاً يكون بالسيارة مثلاً منتظر، ولا منتظر دور في مكانه وكذا، بدل ما يذكر مثلاً الله أكبر الله أكبر يحب يكرر مثلاً دعاء من الأدعية اللي موجودة في القرآن الكريم. وبعض الأدعية هذه طبعاً قصيرة جداً، يعني هي بضعة كلمات، وبالتالي من الممكن أن يطالع هذا الفصل الأخير ويحصل على هذا الحصر الذي تم تقديمه في نهاية الكتاب لمن يحب أن يتعرف على طبيعة هذه الأدعية ويكون رؤية أيضاً عنها بشكل شخصي ويتدبر فيها. والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.